إذاعة سلطنة عمان. همة نحو القمة. همة نحو القمة. برنامج يسلط الضوء على المواهب الشابة في مجالات مختلفة كالتصميم والرسم والتصوير والكتابة وغيرها من مجالات الإبداع، من خلال استضافتهم والحديث عن تجاربهم. الإعداد والتقديم محمد بن علي الرواحي. همة نحو القمة. إخراج صلاح بن جمعة الرئيسي. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في برنامج همة نحو القمة. الطموح هو الطاقة الروحية في حياة الإنسان، وهو الخطة العقلية التي تنظم حياتنا والتي تدفعنا نحو المستقبل. ولا قيمة لوجود الإنسان إن لم يكن طموحا، فالنجاح يحققه الذين يواصلون المحاولة بنظرة إيجابية للأشياء، والناجح من يستطيع رؤية ما هو أبعد من أن يراه الآخرون. وعندما تصل إلى عمق كلمة النجاح تجد أنها ببساطة تعني الإصرار. مرحبا بكم مستمعين الأكارم، ومع مبدع جديد من المبدعين الذين يتطلعون أن يكون لهم حضورا في المشهد الإبداعي. نكون معهم، نقترب من تفاصيل تجربتهم، ونستمتع بأعمالهم الإبداعية. نصف ساعة من الزمن نقضيها سويا في همة نحو القمة، فكونوا معنا. همة نحو القمة. همة نحو القمة. طائر القطة العربي المخطط هو من الطيور التي لا تعيش إلا بوجود الماء، ولو كلفها الأمر للذهاب إليه لمسافات بعيدة جدا، خاصة في السهول وسفوح الجبال. ويتميز القطة بقصر رجليه مقارنة بحجمه، ولا يتسلق الأشجار كبقية الطيور نهائيا، ويعيش على شكل جماعات متصلة مع بعضها البعض. مرحبا بكم مجددا. استمعنا قبل قليل لمسمع صوتي، وهو عبارة عن تقرير عن طائر القطة العربي بصوت ضيف حلقتنا، ليتبين أن ضيفنا سيكون في مجال الأداء الصوتي كالتقديم والتعليق الصوتي. لنرحب بالمبدع في المجال الإعلامي أحمد بن يوسف العامري. مرحبا بك أحمد معنا في برنامج همة نحو القمة. أهلا وسهلا بك محمد، حياكم الله وشاكر لكم هذه الاستضافة الطيبة، ونحن سعداء بوجودك معنا في البرنامج. الله يسلمك. دائما في البدايات في الحياة تثير تساؤل في دواخلنا، كيف تكون النهايات في قادم الأيام؟ وحتى تكون هذه النهايات كما نحب ونرغب، علينا أن نجتهد، أن نثابر، أن نعمل بإخلاص كبير. لنتحدث في بداية هذا اللقاء عن بدايات أحمد في المجال الإعلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الأول والأخير أقدم لكم خالص الشكر والتقدير على دعم المواهب، سواء كنت بمقابلة شخصية أو بدعم أو بكلمة بسيطة توصله إلى النجاح. منذ مرحلتي الدراسية في المرحلة الإعدادية والثانوية كنت دائما شغوف بمجال الإعلام، كنت أتمنى أنه تكون دراستي الجامعية في مجال الإعلام، فكنت دائما في المدرسة نشط وفعال في جماعة الإذاعة المدرسية. نعم. في الصف الثاني عشر كنت رئيس جماعة الإذاعة في نفس الوقت، وكنت أتمنى في يوم من الأيام أن المدرسة تحط مسابقة إذاعية أو إعلامية، فقلت أنا يعني ليش أنا حتى لو ما حطت المدرسة أنا أطور من موهبتي مستقبلا. يعني تجد أنت تجد أن هذه القدرة لديك. نعم بالضبط. نعم. بالضبط. سبحان الله، يعني دائما إذا وقعت الأقدار ترفع الأعذار. كان نصيبي في الكلية التقنية العليا بعد الدراسة، فما حزنت يعني، بالضبط يعني زادني قوة وعزم على أني أكون شيئين في واحد، خصوصا الأنشطة في الكلية التقنية يعني فعالة بشكل كبير جدا. نعم بالضبط، ولها حقيقة الفضل الكبير علينا أنها وصلتنا لمراحل متقدمة. جميل. إذن هذه البدايات، وكما نعلم أن الموهبة هي هبة أودعت في ذوات كل إنسان، وهي أيضا كالنبتة الغضة
لا يستفاد منها إلا بالرعاية والاهتمام. نعم. فيجب على الإنسان أن يكتشف المواهب الكامنة يعني في دواخله ويعمل على تنميتها وتطويرها. بالضبط. كيف عملت على تنمية وتطوير موهبة التقديم لديك؟ والله مثل ما أسلفت سابقا بأنه كنت ألتحق بأي حاجة تخص التقديم، سواء كنت في المدرسة أو في البلد في فريق أو أي مؤسسة تعلن عن مسابقة إعلامية أو تقديم، كنت أسعى أن أكون أنا الأول في مجال التقديم، سواء في حفلة أو تقديم مسرحي كنت دائما أنا أسعى أن أكون الأبرز، أن أكون من ضمن المرشحين للتقديم. فكانت في البداية كنت أقدم حفلات مسرحية، قدمت حفلات في فريق شبيب الرياضي. نعم. وقدمت بولاية سمايل. بولاية سمايل هذا. نعم. فريقنا في البلد. نعم. وكانوا دائما حفلاتهم مستمرة بين الحين والآخر. نعم. فيعني كنت أتقدم لتقديم الحفل. وثاني شيء كنت أدعم موهبتي، يعني وين ما حصل مقال أشكل المقال وأحاول يعني أتكلم كأنه صوت، يعني قصدك تنمية في الجانب اللغة. أيوه في الجانب اللغوي وفي الجانب الصوتي أيضا. نعم الأداء يعني الصوتي، كل ما تكلمت أكثر كل ما الأحبال الصوتية كانت لها دور كبير أنها تنفتح أكثر، فتكون. نعم. ما تكون عليك صعوبة مستقبل أنك تقرأ حتى 20 ورقة أو 30 ورقة في الوقت الواحد. المتابعات أيضا. نعم المتابعات لها دور في تنمية، متابعة بعض الإعلاميين. نعم كنت حقيقة في المرحلة الدراسية اللي قبل الجامعية كنت أتابع إعلاميين كثيرين، فلما وصلت الكلية التقنية يعني الإنسان يتطور ثقافته يسمع عن إعلاميين كبار، فلما ينصت لهم من أول مرة يرتاح لهم. فيعني عدة إعلاميين كنت شغوف بهم كثير، يعني أتابعهم عشان إني أقول يا ليت في يوم من الأيام إنه أحمد العامري يوصل نفس ما وصل هذا الإعلام الكبير. من الإعلاميين اللي كنت تحرص على متابعتهم؟ حقيقة كنت أتابع برنامج اسمه المسامح كريم اللي هو يقدمه الأستاذ جورج قرداحي. نعم. هذا الإعلامي الكبير حقيقة يعني شخصية مؤثرة جدا في مجال الإعلاميين. وأتمنى كل إعلامي أن يكون ثقافته ولغته نفس هذا الإعلامي الكبير. عندك نفس الشيء في سلطنتنا هنا، المذيع يوسف الهوتي كان في العربية خير تشريف حالنا أولا وأخيرا يعني. نعم. فكنت أتابع الأستاذ يوسف الهوتي، وكنت نعم اني اقول اتمنى اني اكون نفس كاريزما الاستاذ يوسف الهوتي. نعم تتابع كثير المذيعين المتخصصين في القطاع الاخباري. نعم بالضبط، ان مجالك اخبار. نعم حتى لما اتكلم تليفون مع صديقي او حدا غريب علي يقول لي انا كني فاتح تلفزيون سلطنه عمان. نعم. على ماذا تحرص عند المتابعه، يعني عندما تتابع اعلامي كبير مثل قلت لي الاستاذ جورج قرداحي وايضا الاستاذ يوسف الهوتي؟ نعم. على ماذا تحرص عند متابعته؟ كنت أحرص دائما يعني لما أركز على هذول الإعلاميين، ترى الإعلام يعني ما دائما يكون لك المجال مفتوح، تتوقع أنت في يوم من الأيام أن يصير لك شيء وانت على الهواء مباشرة كيف تتصرف. كنت دائما أحرص أني أتعلم كيف أتصرف وأنا على الهواء. نعم. كيف يعني أخرج من الموضوع بكل سهولة وتكون الأمور على ما يرام. فكنت دائما يعني أحرص يعني كيف أنا أقدر أتخلص من هذا الشيء، من هذا الرعب اللي يصير لي في الاستوديو. جميل. الآن أيضا وسائل التواصل الاجتماعي قامت مقام الوسائل الإعلام كالتلفزيون والإذاعة. نعم. ونجد يعني الشباب ما شاء الله بشكل كبير في هذه الوسائل، وعند متابعة بعض حسابات الشباب اللي يملكون ميول في المجال الإعلامي تتصدر اسمهم كلمة الإعلامي. نعم. وجهة نظرك في من يقوم بهذا الأمر وهذه الكلمة، ماذا تحتاج حتى الإنسان أو الشاب يتصدر اسمه هذه الكلمة؟ والله في حقيقة الأمر كلمة إعلامي مش هينة، كلمة كبيرة وكلمة لها مقامها ويعني ولها مقدارها في المجال الإعلامي. طبعا اللي يكتب الحين نفس ما ذكرت انت يعني مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الانستغرام. نعم. يعني في شباب كثيرين يعني تو طالع كاتب اعلامي فلان بين فلان الفلاني، وقد يكون ما عنده ابدا اي يعني عمل اعلامي مطلقا. نعم. فقط عنده ميل للجانب الاعلامي وسجل هذه الكلمه امام. نعم. اسمه. فكلمه اعلامي انا حقيقه كونت شيء في داخل قلبي، يعني الإعلامي اللي
يريد أن يطلق على نفسه إعلامي أو الناس تطلق عليه أنه إعلامي، يلتزم بشرف مهنته ويكون عنده حس أمني يمثل بلده خير تمثيل وتعكس على أخلاقه ومدى شخصيته كيف تكون بين الناس. هذا هو الإعلام الرائع. جميل جميل. عندك خط تجربة مثلا في الإذاعة في التلفزيون؟ حقيقة خضت تجربة السنة الماضية مع الإعلامية سلوى الخنبشي، تلقيت منهم اتصال على نفس هذا المقابلة حاليا، فطلبت مني أن أستقبل اتصالات المشاركين. قالت لي أنت اليوم بتكون الإعلامي هنا وأنت بدل سلوى، قلنا لها يلا حاضرين يعني. نعم. فالحمد لله رب العالمين، كانت خطوة طيبة يعني وأفتخر فيها كثير وأشكرهم أنهم دعوني للمشاركة معهم. جميل. بما أننا نتحدث عن الأعمال، المستمع الكريم في توق لسماع مقطع مباشر بصوت أحمد العامري. حاضرين حاضرين مذيعنا، بس بمثل لك كأني أنا أقدم أخبار العاشرة في سلطنة عمان. جميل. بعطيك ثلاث أربع مواجيز وبختم. جميل تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مستمعينا الكرام من تلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار العاشرة مساء، وإليكم أبرز العناوين. اتفاقية بين السلطنة والأردن للإعفاء المتبادل للتأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة. الإعلان عن اكتشافات نفطية جديدة في السلطنة وبدء تشغيل حقل خزان في الربع الأخير من العام الجاري. مشاهدينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا تحياتنا من مركز الأخبار، دمتم في أمان الله. جميل جميل أحمد، ما شاء الله خامة صوتك إخبارية جميلة يعني. الله يسلمك. نتمنى لك التوفيق في هذا المجال. الله يسلمك سعد، وأنا أيضا أتمنى لكم كل التوفيق والخير بإذن الله. آمين إن شاء الله. أحمد، ذكرت على أنك أنت طالب في الكلية التقنية وأيضا هاوي للإعلام، كيف استطعت أن توازن بين الدراسة والنشاط؟ حقيقة تعلمت من الكلية التقنية العليا وتعلمت من مسيرتي الدراسية، كل ما كنت تحت الضغط أنت أكثر نجاحا وأكثر استبسالا وإصرارا. في سنة 2015 كان معي اختبارات نهائية في مرحلة الدبلوم العالي، فسبحان الله كنت مشارك في مسابقة قبل شهرين فيها تصفيات، يعني ترسل مقطع صوت وإذا تأهلت تصعد النهائي. نعم. ففي اليوم في يوم الاثنين الصباح تلقيت اتصال على أنه يوم الثلاثاء أنت صاعد المرحلة النهائية والحفل راح يكون تحت رعاية سيد فهر بن فاتك بن فهر في مجمع سلطان قابوس الرياضي، ولازم تحضر لتأدي دور التقديم. فتكون تصفيات نهائية. فقلت لهم إن شاء الله، فجلست أفكر يعني هل إني أودر الاختبار النهائي وأروح المسابقة أو إيش بالضبط. فاستشرت نفسي أولا، بعدين استشرت واحد قريب مني فقال لي أحمد أنت لها وأنت قادر، فذاكر لحد ما يوصل وقت المسابقة بساعتين واطلع. نعم. وإن شاء الله خير، وهذه الطلعة يعني فيها خير كثير. قلت له يلا شورك وهداية الله. فأتذكر كان الوقت متأخر، الساعة 5 طلعت من السكن إلى المجمع السلطان قابوس الرياضي موقع المسابقة، فما شاء الله حصلت جمع غفير من المتسابقين وشعراء كبار وناس لهم صوت ولهم عمق في المجال الإعلامي. فقلت يلا بسم الله، يعني الإنسان ما يتردد، الخوف ثقة لهم دائما، واثق الخطى يمشي ملكا. نعم. فأتذكر طلال الرواحي كان يقول قرعة أنتوا أربعة متسابقين فلازم يعني الأول يكون ضحية. سبحان الله، قلت له أنا جاهز يعني كذا أو كذا في الأول أو في الأخير. سبحان الله أنا طلع دوري قبل الأخير. فمن ضمن الأشياء اللي واجهتها هناك قال لي الحين توقع أنت على الهوى وأنا أعطيك خبر عاقل من سلطنة عمان. قلت له حاضر. أتذكر أعطاني خبر أمطار غزيرة في جزيرة مصير وعندهم انقطاع في التيار الكهربائي. فقدمت وسبحان الله بعد المسابقة انتظرت في الكراسي على النتائج، وتخيل أن بدر الحارثي يسوي لي كذا، ما عارف إشارة رقم واحد، ما عارف يقول لي كذا يعني.
فأسمع المذيع يقول المركز الأول في التقديم أحمد بن يوسف العامري. نعم. فشوف يعني التوتر والضغط يولد نتيجة. جميل. أيوة. جميل. فعشان كذا أنا أقول لك الموازنة أحيانا يعني لازم تغامر فيها شوية بس ما تهمل يعني جميل. توازن بين الجانبين. نعم. طبعا النقد مهم جدا في عملية تطوير الموهبة. نعم. أهمية النقد لك. والله لولا النقد أنا ما وصلت لمكان. احيانا يعني اتلقى نقد جدا يعني لاذع لكن هذا الشيء يعلمك نعم. انك انت في يوم من الايام راح توصل نفس ما هذا الشخص انتقدك انت راح تنتقد شخص في يوم من الايام وتحس صحيح. انه هذا غلط قسيم في مجال الاعلام صحيح فخاصه في مجال اللغه مجال ما يستهان به ابدا خاصه اللي يقدم في تلفزيون السلطنه او في اي تلفزيون يقدم خبر ملايين من الناس تشاهده صحيح فالنقد انا اعتبره دافع ودعم انه يوصلني لمرحله متقدمه مستقبلا جميل من الامور التي تساعد ايضا الموهوب في تنميه موهبته عرض تجربته لمن سبقه في مجاله ونحن في برنامج همه نحو القمه خصصنا جزءا من وقت البرنامج في هذه الوسيله وفقرة لنكن معكم فقرة نتواصل فيها مع مختص في مجال ضيف الحلقة نعم. ليقدم لنا رؤيته الانطباعية لأعمال ضيف حلقتنا في هذه الحلقة سيكون معنا الإعلامي خلفان بن سعيد العامري ليقدم قراءته لأحمد بن يوسف العامري همة نحو القمة مرحبا بك أستاذ خلفان معنا في برنامج همة نحو القمة يا أهلا وسهلا محمد وأيضا أنا سعيد بتواجدي معكم وأيضا بالتواصل معي وسعيد أن أكون بينكم في مثل هذه البرامج الطيبة الهادفة ونحن أكثر سعادة بوجودك معنا إضافة للبرنامج الله يسلمك والله تشريف بارك الله فيك بارك الله فيك معنا اليوم في الحلقة أحمد بن يوسف العامري وأحمد له هواية في مجال الإعلام وأيضا أنت متابع لأعمال أحمد وقريب منها جدا انطباعاتك عن هذه الأعمال حقيقة أول شيء أبدي انطباعي في أحمد أحمد يعني قبل كل ذلك هو من الجماعة والأهل وأيضا من البلد وأنا أعرف أحمد ما قبل يعني بدايته في هذا المشوار وأحمد إنسان طموح لديه أهداف سامية يتمنى ويطمح ويخطط والآن والحمد لله بعد تخرجه من الكلية يعني كانت عنده إنجازات عديدة أثناء دراسته في الكلية نعم. وها هو الآن يعني بعد تخرجه من الكلية يدرك بأنه يعني لابد من الانطلاقة في هذا التوقيت وهو الآن والحمد لله جالس يخطو خطوات طيبة وهذه الخطوات إن شاء الله سينال ثمارها قريبا بإذن الله تعالى الانطباعات بالنسبة لأعمال أحمد عنده مشاركات عديدة سواء كان على مستوى التواصل الاجتماعي سواء كان على مستوى أيضا قنوات محلية وأيضا لديه بعض العروض اللي أنا أعرف عنها الآن في بعض القنوات الداخلية في عمان والإذاعية وأيضا إنسان مجتهد وإنسان ما شاء الله يتميز ب مفردات نوعا ما قد تكون مختلفة وفريدة عن بعض الشباب اللي هم الآن يعني يسلكوا هذا المسلك ونتمنى لأحمد إن شاء الله في الأيام المقبلة بإذن الله تعالى مزيد من العطاءات ومزيد من الاجتهاد من أجل الوصول إلى مبتغاه وتحقيق أهدافه بإذن الله نتمنى ذلك أحمد عندك مداخلة أول شيء شكرا أستاذ خلفان العمري أنت معلم وإحنا منك نتعلم دائما الأساتذة الكبار لهم يعني أصوات جميلة وكلمات رنانة حقيقة يعني تحط صدى في القلب وأنا أشكرك كل الشكر على وقفتك معي سابقا وحاليا يعني ما زال خلفان العمري مرافق لي في وين ما أكون يعني يتصل فيني يسألني وين وصلت وحقيقة ما أنسى هذا المواقف أبدا الأستاذ خلفان العمري واجب أحمد وأيضا يعني الآن أنا أدرك تماما بأنه كثير من الشباب المبدعين أمثالك يعني يحتاج فقط من يساندهم ومن يساعدهم ومن يأخذ بأيديهم ويقف معهم وبإذن الله سيصلون وبإذن الله ستصل ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق خلال الأيام المقبلة نعم. وأيضا نتمنى التوفيق لهذا البرنامج الهادف وشكرا جزيلا على تواصلكم
وبارك الله فيكم. أستاذ خلفان، قبل لا ننهي المكالمة، الكثير من الشباب لديه شغف كبير في المجال الإعلامي وخصوصا في مجال التقديم، هل من كلمة ممكن أن توجهها لهؤلاء الشباب الطامحين لأن يكونوا مقدمين أو مذيعين في قادم الأيام في المستقبل؟ هو حقيقة محمد، كل شاب، وأنا يعني أثق تماما وأؤمن بأن كل شاب أو شابة في هذه الدولة الكريمة في سلطنة عمان يعني يمتلك من المواهب العديدة ومن الإبداعات الكبيرة، ولكن يعني لابد فقط من بعض اللمسات من أجل إظهار هذه الإبداعات، ومن أجل أيضا اختيار الهدف الصحيح واختيار الرغبة الصحيحة من أجل مواصلة الجهد والوصول إلى هذا الهدف بإذن الله تعالى. أنا متأكد سواء كان في التقديم أو الإذاعة أو التلفزيون أو الهندسة أو الابتكار أو الاختراع، في أي كان من هذه المواهب كل واحد لديه موهبة، ربما أنه ما اكتشفها، ولكن لابد أن يبحث عن هذه الموهبة الموجودة في داخله بإذن الله. شكرا لك الإعلامي خلفان العامري على هذه الدقائق من وقتك، وملتقانا في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، وأنا سعيد أيضا بتواجدي معكم، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى بإذن الله. شكرا لك، بارك الله فيكم، في أمان الله. همة نحو القمة، همة نحو القمة. مرحبا بكم من جديد، وضيف الحلقة أحمد العامري. أحمد، ناتي لوسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، نعم، هل خدمت في رأيك الموهوبين في المجال الإعلامي؟ والله وسائل التواصل الاجتماعي لها إيجابية ولها سلبية، فاللي يستخدمها في مجال الإيجابية خاصة في المجال الإعلامي بيستفيد منها كثير، خاصة الآن المجال مفتوح على مصراعي كما يقولوا. فحقيقة عن تجربة شخصية، كنت أتابع حسابات سعودية للتطوير الصوتي، فتعلمت حقيقة أشياء جدا مهمة من هؤلاء الحسابات في الانستغرام، نعم، وفي السناب شات، نعم، موجود أيضا. لكن يعني أحذر من شيء واحد، اللي هو الأخواني المتابعين لهؤلاء الناس، صح ان احنا نتعلم منهم اشياء، بس على سجيتنا، ما نقلد يعني فلان، عشان احنا يعني لازم نظهر بشخصية فلان او بشخصية احمد العامري مثلا، ما شخصية مثلا محمود الشرماني، هذا معلق صوت كبير في السعودية. فدائما الشخص لما يظهر على الهواء يظهر بشخصيته، انه مثلا اذا تكلم فلان يقوله فهذا احمد العامري يتكلم، ما مصطنع الصوت او شيء. وحقيقه لها ايجابيه كبيره ودور فعال في خدمه الموهوبين. جميل احمد، بالنسبه لك يعني ما هي الاضافه اللي اضافت الوسائل الاجتماعي لتجربه احمد العامري؟ والله مرحله الكاريزما اللي كنت اعاني منها كثير في مختلف المسابقات، نميت هذه الموهبه بمتابعة أشخاص لهم حس كبير في مجال الكاريزما، والحمد لله رب العالمين. إنه الحين يعني اللي كان ينقدني بالأول في البدايات فيقول ما شاء الله أحمد العامري تطور ووصل إلى مرحلة كبيرة من الكاريزما في كيفية التعامل مع الخبر أو غيره. فمواقع التواصل الاجتماعي جدا ثرية لمن يرغب أن يطور من نفسه. جميل، عند الاتفاق معك لعمل معين، ما هي الأمور التي تحرص عليها قبل الدخول للأستوديو وتسجيل العمل أو أنك تظهر مباشر للمستمع أو المشاهد؟ حقيقة قبل كل شيء، خصوصا الآن كما ذكرت أنت الآن عندك عمل في الاستقامة قريبا. نعم بإذن الله تعالى إن شاء الله، وفي عندي عمل في قناة ثانية لكن راح أفصح عنها مستقبلا إن شاء الله بإذن الله، حد ما توصل للأمور كلها على ما يرام إن شاء الله. بصراحة في بداية الأمر الإعلامي دائما قبل لا يدخل الاستوديو يدخل هو بهندام، يعني كما يقولوا يدخل هو على شوفت الناس، يدخل مرتب بشكل كبير. نعم يعني خصوصا في مجال التلفزيون، خصوصا في مجال التلفزيون، نعم، لأنه الهندام له دور كبير، دور، نعم، نعم، عشان يظهر يعكس شخصية الشخص نفسه. نعم، وقبل لا أدخل الاستوديو نفس الشيء أرتب أفكاري، يعني ويش بغى أقول بالضبط،
يعني في الفقرة الفلانية في المرحلة هذه المرحلة اللي بعدها، أرتب حبل الأفكار عشان ما تصير تلاعب الأفكار بعدين وجلس أتردد وينقطع بيني وبين هو الإعداد الضيف. الإعداد الجيد للعمل، نعم بالضبط، مهم يعني جدا أن يكون الإنسان يأتي وعنده الإعداد الجيد. الكثير من الشباب يعني يهملون مسألة الإعداد، نعم. وهذه مهمة جدا، مهمة جدا جدا للإعلامي خاصة. نعم، بما أن أيضا نتكلم عن الجمهور وعن المستمع وعن المشاهد، نستمع إلى مقطع أخير بصوتك أحمد، ماذا تختار لنا؟ بحطك أنت ضيف في البرنامج يعني. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الكريم المنان، والصلاة والسلام على من تهللت بمقدمه الأكوان وعلى آله وصحبه ذوي الهمة والعزم والإحسان. متابعين الأحبة، متابعين برنامجنا برنامج صحتي في رمضان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة ومحبة، وأهلا وسهلا بكم في مشوار آخر ورحلة جديدة من برنامجنا، والذي يشمل على حلقات مختلفة، لكل حلقة لها عنوان معين ونقاش مختلف. ولنا ضيف في هذه الحلقة الأستاذ محمد الرواحي، معلم لغة عربية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أحمد، وأنا سعيد بوجودي معك. حياك الله أستاذ محمد، وطبعا هذه الفقرة البدائية. نعم طبعا، يقال أن أصعب يعني أصعب شيء للمذيع أن يكون ضيفا. نعم بالضبط. هو يستضيف ولكن لا يحبني صراحة. نعم نات أحمد، أنا راح أعطيك ثلاث مسميات وأريدك تضع بجانب كل مسمى جملة معينة. نعم. نقول المايك. المايك صديقي وأخوي في نفس الوقت، عندي مايكات واجد في البيت. جميل. الاستوديو. الاستوديو هو بيتي الثاني أعتبره، لأنه دائما أنت وقت ما تريد تسجل شيء وشيء يعني تريد يضبط لازم تروح لغرفة مغلقة أو استوديو مغلق عشان أنك تسجل فيه، مكان هادئ جدا وله كل المواصفات عشان يساعدك لإخراج مادة جميلة جدا تريح المستمع. الإيقاع الصوتي والتنغيم. الإيقاع الصوتي والتنغيم هذا أنا أعتبره يعني نفس اللي قلوبها اللي يعرفوها الموسيقيين أكثر مني، اللي هي اللي يقول لك بين فقرة وفقرة هو يحط طابع معين لكي يريح أذان المستمع بدل ما يكون على وتر واحد. نعم. نعم بالضبط. شكرا أحمد العامري لحضورك معنا، شكرا لهذا الإبداع في مجال التقديم الإعلامي، نتمنى لك كل التوفيق في قادم الأيام. تسلم أستاذ محمد، أول شيء أنا حقيقة ممتن كثير على اتصالك ودعوتك لي لحضور هذا الاستوديو الرائع، وأنا سعيد جدا أنه أستاذ محمد الرواحي على استوديو إذاعة سلطنة عمان. حقيقة يعني لما سمعت الخبر أنه أستاذ محمد شدني، فقلت ما شاء الله يعني أستاذ محمد مدرس لغة عربية، وفي يوم من الأيام شفناه في استوديوهات سلطنة عمان، وهذه حقيقة يعني شرف لنا جميعا من أهل بلدتنا أنك أنت تكون دائما مبدع. بارك الله فيك. وجزاك الله خير، واتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله، ونتمنى نحن أن تسهم هذه الحلقة في مشوارك الإعلامي، وأيضا تكون لك دافع المواصلة والاستمرارية. لا لا أكيد بإذن الله، هذه الحلقات هي اللي تنمي مواهب الشباب وتطلعاتهم المستقبلية، ويحسوا في أنفسهم أنه الدولة أو المؤسسات اللي تدعم هذا الشيء مهتمة فيهم كثير عشان أنها توصلهم لمجال معين يخدم الوطن ويخدم المجتمع في الأول والأخير بإذن الله. وتحية حب نقدمها لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة وكرم الاستماع، لنلتقي بكم الأسبوع القادم مع مبدع آخر في همة نحو القمة. همة نحو القمة. همة الإعداد والتقديم محمد بن علي الرواحي. همة نحو القمة. إخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.